السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نلعب تحدي الكاسر، نشوف وش واحد بيطلع لي. مثلا أنا بفتح دي أشوف وش يطلع لي. يا هلا والله فيكم مرة تانية بتحدي جديد مع ريان. اليوم راح نلعب معاه تحدي الأكواب. طبعا كل كوب فيه هدية وفي أكواب بعضها فاضية. بيكون دور على ريان ودور علي، وراح نشوف من راح يربح في النهاية. صح والله لا؟ صح. يلا نبدأ. نبدأ. أول كاس راح يسحبه. يلا ريان انتبه لا تطيح الأكواب، اسحب بس واحد. 500. شو المتابعين؟ ريان فاز بأكبر جائزة موجودة. خلاص شيل الكوب، شيل الكوب عشان نعرف أي واحد سحبنا. الحين دور. بسم الله. وأنا ربحت ريان. يلا دورك ريان. يلا قول بسم الله واسحب. بسم الله. يلا اسحب. رويهم المتابعة شو طلع لك. هذا شنو ريان؟ ما ادري. حلاوة. يلا دوري الحين. يلا بسم الله راح اسحب. طلع لي كوب فاضي. يلا دور كريان. الحين انت الفايز. ولا شيء. ولا شيء. يلا دوري دوري دوري. لازم اربح على الاقل 5 ريال. نو. ما تبين تبيهم كلهم؟ يلا انا بسحب. هذا قلت ابغى 5 ريال، طلعت لي 5 ريال. قاد الهدية بس أنا 5. أوكي يلا دورك. شيل الكوب، شيل الكوب اللي سحبته. شنو طلع لك؟ حلاوة. تحب الحلاوة بس حلاوة حار صح؟ يلا الحين 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 دوري راح اسحب. هذا طلعت لي بيضة كندر حبيبة ريان. هذي. يلا اسحب دورك. بسم الله. ولا شيء. طلعلي باقي اكواب. دوري الحين راح اسحب. هذا طلع لي كندر. يلا دورك يا ريان. 10 ريال. ريان ربحان في التحدي وانا الخسرانة. وين الكوب؟ كأنك رجعته. هذي. يلا نبسحب هذا. نص ريال. يعني نص ريال طلع لي ريال وخمسة ريال الحمد لله. وريان 510. استنى دقيقة. تختار أي واحد. باقي لك بس كوبين. ولا شيء. ولا شيء. يلا دورين. اسحب هذا. طلعت لي 50. نو. يلا باقي لي آخر كوب. 100 ريال. أنا خسرت خلاص. ليش ألعب؟ يلا اخر كوب اسحب لي اياه. شوف ايش يطلع لي. حلاوة. يلا روي المتابعين شنو طلع لك. انا دقيقة شوفوا اليوم وش ربحت. انا امي احسبهم كم. 610. وبعد يح دينين. هلا هذا حلاوة حار انا اكله. وانا ربحتهم 55. هذا هم.
وربحت نص ريال مع ريال نايك، وربحت الكندر نايك، وهذا الحلاوة نايك، وريان ربح كل شيء وعليه بالعافية. ووصلنا لنهاية الفيديو لليوم، يلا لا تنسون لايك شير سبسكرايب، باي.